السلام عليكم، انا ماما المونة، عندها جايه الجمعيه المغرب انقاذ باش يوقفوا معايا ويعاونوني المحسنين. بنتي كان عندها تقبه مي كانت عندها عام، وتعطلنا عليها حيت ما عندناش الامكانيات باش ندير لها العمليه، حتى ولات عندها عام و8 شهور دابا، وريو عندها جوج تقيبات والحيمه في القلب، وكتخنق ليا وكتولي زرقاء، والدم كامل اللي كيكون فيها كيمشي للريه. ودابا كنطلب منكم عافاكم تعاونوني، انا راجلي ما خدامش ما في حالوش، ساكنين في نواحي الحاجب في العروبيه، وكنطلب من المحسنين عافاكم يعاونوني ويقفوا معايا باش ندير لها العمليه في اقرب وقت. الله يجازيكم بخير.